الأكيد إنكم تو تعودتوا على فقرتنا اللي هي تجي بعد فقرة كوسموس أغري واللي هي كوسموس أخشي. كوسموس أخشي اللي نحكي فيها على العمارة المستدامة، شنو هو العمارة المستدامة، شنو ما شروط العمارة المستدامة، ما هي القوانين التي تنظم العمارة المستدامة، وبرشة برشة زوايا أخرى تحكينا عليها سارة سميدة الأخشيتكت متاعنا وحليفة البرنامج، واللي هي كل أسبوع باش تطلع عليكم باش تحكي لكم على حاجة جديدة فيما يسمى العمارة المستدامة. مش صعيب برشا راهو بالحق اليوم فما برشا تفاصيل صغيره في البناءات نتاعنا تنجم تكون حل من الحلول وتربحنا برشا برشا فلوس. اذا كنا نحكيو على الفلوس راهو فما برشا تفاصيل صغيره واحنا نبنيه، وكذلك اثناء الانجاز والتحضير، وكذلك حتى اثناء عمليه الهدم اللي هي تنجم تخدم البيئه بطريقه او باخرى وتستحفظ لكم زاده على جيوبكم. ساره سميده، شنو باش تحكينا اليوم؟ اليوم باش نحكيو على مفهوم العماره المستدامه. شنو هي العماره المستدامه؟ الهدف الرئيسي منها وأهميتها. جيت نحب نعطي نبذة تاريخية صغيرة كيف جاء المصطلح هذا. المصطلح هذا جاء بالاعتماد أساسا على التنمية المستدامة. التنمية المستدامة اللي هي توفير حاجيات الجيل الحاضر مع الحفاظ على حاجيات الجيل المستقبل. دوكو من هنا اتفق الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين سنة 1993 معنا باعتماد الاستدامة في الهندسة، الاستدامة في الهندسة المعمارية، ومن هون ينطلق مصطلح الهندسة المعمارية المستدامة أو العمارة المستدامة، واللي هي معناها هي عملية تصميم المباني بأسلوب يحترم البيئة ويأخذ بعين الاعتبار استهلاك الطاقة والموارد والمواد، وهذا الكل لازم يكون معناها يأخذ بعين الاعتبار الانتغراسيون دو باتيمون دون سون انفيرونمون اللي هو زاد من أهم العوامل معناها متاع للهندسة المعمارية المستدامة. شنو هو الهدف منها الهندسة المعمارية المستدامة؟ وهل إنه اللي قاعدين نبنيه فيه اليوم مستدام؟ يعني هل إنه ناخذ بعين الاعتبار الأشياء هذه من غير وعي منا ربما، لأنه المفهوم يمكن مفهوم علمي ومفهوم قانوني، ولكن هل في بناءاتنا اليوم قاعدين ناخذ بعين الاعتبار الشروط خلينا نقوله متاع العمارة المستدامة؟ باش نجاوبك على شطر السؤال بطريقة أخرى. الهدف الرئيسي من العمارة المستدامة هو أنه نقلل أكثر ما يمكن استعمال الطاقات الغير متجددة والاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة، اللي هو معناها فيه دعم كبير لتوظيف الطاقات النظيفة كما الطاقة الشمسية، طاقة الريح، الطاقة الكهرومائية. ولكن وللأسف أنه بناءاتنا اليوم تفتقر جدا للمبادئ هذه. ومعنى مثلا العمارة المستدامة هو معناها كونسبت صحيح جديد، لكن كان تلاحظ انه ناس قبل كانوا يبنيوا بالطوب ومعناها بمدخيو بسيط على الاخر، المدخيو هذاك هو صديق للبيئة، معناها هما خلقوا معناها مباني ملائمة للبيئة وبيئية بطريقة عفوية. بعدين احنا كيف دخلنا في الاندستري ضيعنا هذا الكل ومشينا في توجهات اللي ولات المواد نتاعنا مواد مضرة بالبيئة، وفما معناها فما غياب تام للوعي بأهمية العمارة المستدامة، ومش معناها الناس مش قاري حساب الامباكت نتاع معناها البناءات نتاعنا اليوم حتى على صحة العبد الانتيرم. انت كمستعمل الفضاء راهو يأثر عليك على المدى البعيد. طيب الأكيد أنه فما العديد من الحلول، والأكيد أنه فما العديد من الشركات، واليوم فما وعي زاد جديد بالعمارة المستدامة وبدينا نحكيه عليه في ظل التغيرات المناخية وفي ظل التحديات البيئية المطروحة اللي قاعدة تكثر من يوم لآخر، وذلك علاش الناس واللي تراجع حقيقة لأنها هي تفكر في صحتها وكذلك تفكر في العمارة المستدامة كحل من الحلول حتى للضغط على المصاريف الطاقية. هذا كل نتصور النجم نرجع له في حلقات قادمة. مانيش عارفة شنو محضرتنا سارة سميدة للحلقة القادمة في برنامج كوسموس. اقعدوا معنا وتابعونا الأسبوع الجاي، الأكيد فما زوايا أخرى باش تخوض فيها سارة الأخشيتكت متاعنا في كوسموس في هذه المواضيع في كوسموس أخشي. شكرا سارة. عفوا، مرحبا، مبروكة. جوست حبيت نذكر بأهمية معناها اللجوء للعمارة المستدامة، راهو معناها باش تحسن المشهد المعماري متاعنا، راهو معناها باش نحافظوا على الطاقه نتاعنا الاجيال الجايه، راهو كان كل شيء نستنسخوه تو القدام منا باش نلقاو حتى شيء، راهو معناها عنده اهميه كبيره في الحفاظ على الموارد الطبيعيه، عنده تاثير حتى على الاقتصاد في انك تستعمل المواد المحليه، معناها راهو بالحق
بين كبير وشاسع واسع. أي. ان شاء الله في الحلقات القادمه باش نحكيوا برشا حتى على المدخيو، المدخيو معناها فما انوفاسيون كبيره في المدخيو اللي تنجم تستعملها اليوم، ماهيش حاجه قديمه راهو حاجه جديده اما بيئيه. جميل، دونك نستناوك ترجع لنا شنو ما اهم المواد اللي نجموا نستعملوهم في العماره المستدامه. فقرة كوسموس أخشي مازالت متواصلة ومازال عندنا فضاء للحديث في هذا الباب، ولكن توا باش نتعداو الكوسموس في فقرة جديدة. اقعدوا معنا على ديجيتال كوسموس في صفحاته على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، كوسموس اللي قاعد يتبث ببث موحد بين العديد من الإذاعات الجمعيتية، قناتنا على اليوتيوب، موقعنا الإلكتروني كوسموس، برنامج بيئي إعلامي في ضم وفي خضم مشروع بيئي متكامل اسمه كوسموس، يعنى بالإعلام البيئي بامتياز. نمشيو للفقرة الموالية من كوسموس. كوسموس.